الأول متعلق بحكم الوضوء للطواف، والذي ذهب إليه جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه واجب، ومن هؤلاء من جعله شرطا كالإمام أحمد وغيره، بمعنى لو تعمد أن يطوف على غير وضوء فإن هذا الطواف لا يصح ويجب عليه إعادته. ونستطيع أن نقول بأن هذا هو قول الجمهور، فإن في المسألة ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الوضوء شرط لصحة الطواف، المذهب الثاني أنه واجب، المذهب الثالث أنه سنة وليس بواجب، من فعل فقد أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حين أراد الطواف، ومن لم يفعل فلا حرج عليه ويعتبر طوافه صحيحا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول بأنه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر به، ومجرد فعله لا يفيد الوجوب، إنما يعني هذا الاستحباب. وأما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصواب وقفه على ابن عباس. وهذا الخبر لو صح مرفوعا لم تكن دلالته ظاهرة على أن الوضوء شرط لصحة الطواف، فإن هناك فروقا كثيرة بين الطواف بالبيت وبين الصلاة. وكونه قال الطواف بالبيت صلاة فلا يعني أنه شابه الصلاة في بعض الأمور أنه يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه. ولذلك أصح قولي العلماء أن من قطع طوافه بحجة أنه يريد الوضوء أو بحضور الصلاة فإنه إذا فرغ من الصلاة يكمل من نفس الموضع الذي قطعه، يكمل من نفس الموضع الذي قطعه، فإذا قطع في وسطه أو قطع عند الركن اليماني فإنه يكمل من الركن اليماني ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد. وهذا القول قوي، مثلا يحتاط خاصة في مثل هذه المسألة العظيمة ولا يطوف حتى يتوضأ، لكن يحتاج إلى هذا الحكم حين يكون في أوقات الزحام ثم يحدث في أثناء الطواف، يعني هنا قد يترخص، أو يحتاج في الفتوى إلى رجل طاف ناسيا أو جاهلا أو أخذ بفتوى من أفتى بذلك ثم رجع إلى بلده، يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المسائل. وفيما مضى شرحت لكم مسألة مهمة في التفريق بين الفتوى قبل الفعل والفتوى قبل بعد الفعل، وضربت أمثلة على ذلك. وأن الإنسان في البداية يفتى بعدم الفعل، فإذا وقع كان له حكم آخر، ذكرنا أمثلة كثيرة كالسعي للمتمتع، وأن المتمتع يجب عليه سعيان في أصح قولي العلماء، ولكنه لو فعل وسعى سعيا واحدا ثم رجع إلى بلده أو تأول أو أخذ بقول ابن تيمية لا يقال بأن هذا حج باطل ويتجب عليه الإعادة، لأنه قد أخذ بفتوى من أفتاه أو أنه قد جاهل الأمر ونسي. وذكرنا أيضا أمثلة على هذه المسألة. أما السؤال